السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي الكرام، تحية طيبة للجميع. كيف حالكم؟ كل شيء مزيان في أمل الله وحده. تابعين تنمية الصنعة البوزيدي سعيد، وتتمنى تراكم هذا الشيء اللي تنصوب، ودائما تندير لكم الجديد، دائما تتمنى هذا الشيء يعجبكم. اليوم إن شاء الله بغيت نوحد الكولي ديال الزمرد الحر، الزمرد الحر المزيان. ها هو كما تتشوفوا خيط تتبع بالغرام هاد الحجر ديال الزمرد، ماشي لي توبي، الزمرد الحر تتبع هكا، كاين الرقيق وكاين الغليظ، فهمتي، تتبع بالغرام غادي شي شويش. وبغيت نشارككم اخواني اخواتي الكرام، صوبت لواحد المديجة زوينه ملونه، تابعوني. نتمنى نكونوا عند حسن ظنكم، انا تنكملوا بالتزلاك ديالو بالحساب، وكله ماشي عقيق زعما ماشي بالحساب ديالو. مرحبا بكم، تتمنى يرقم هذا الشيء، وتتمنى المتتبعين الكرام القدماء تحية لهم خالصة، دائما تتابعوني ديما لي كومونتير زوينين، وترحب دائما بالجدد اللي تيهمهم الصناعة التقليدية وتيهمهم الجديد ديال الصناعة التقليدية، مواكبة الصناعة التقليدية، صناعة تسدي الصناعة. مرحبا، وتتمنى يرقم، ومرحبا بكم. دابا هكا تنمشي بالحساب، جوج ربعة ستة، جوج ربعة ستة، دابا نديرو الخضر ديالنا. الزمرد عنده تقيبة صغيرة بزاف، لأن الحجر الحر تيكون شي صغير شي كبير. أربعة، باش تعرفوا حجر حر تتكونش حجرة صغيرة وحجرة كبيرة، تمشي بعوينات صغيرين، تكون تتشوف مزيان. هادو دابا جوج ربعة ستة، جوج ربعة ستة، دابا غادي نكملو بهاد الزمرد ديال البوردو ولا كرونا. مرحبا بكم، ونهار كبير هذا اللي تتابعوني المتتبعين ديالي. دائما مع الروتينيات زايد شنو الخدمة ديالي. نديرو جميع ما يتعلق بالوقت، مرة المضى، مرة ليكولي، مرة الحاجة اللي تتعلق بالخيوط، والحاجة اللي تنصورو منها مواكبين الوقت. هانتا الخيط ديالنا ديال الزمرد دابا كمل، واحد الرونق واحد الجمال، واخا غالي شي شويش الثمن، ولكن تيجي ممتاز هكا. مرحبا، دابا ان شاء الله غادي نركبو من بعد ما صوبت له المدجة ديالو، حتى هو في اللوينات بحال هكا مثل الزمرد، عندك البوردو، عندك الخضر، عندك الصاري الصقلي الحر بحال هكا. دابا ان شاء الله غادي نركبو المدجة ديالنا انت. مرحبا، ونهار كبير هذا المتتبعين الكرام ديالنا. كما قلت لكم بعد حرق المراحل ديال التصويب ديال الدجاجه وبالغرزه ديالها وباللوينات المزيانين، كما بالصقلي الحر مزيان، كما تيكون الحاجه غاليه وزوينه، خصها حاجه زوينه حتى في الخدمه ديالها.
باش تكمل المنظر الجميل والحاجة زوينة بإذن الله. دابا تركبوا المنتجة ديالنا هكا، ترتبوها الفصل الأول باش ما يديرونجيناش هاد السبيل الطويل، إما في السبيل دابا هذا الزمور شي شوية تقيقل خصو السبيل باش يجي واقف، أما إذا كان شي عقيق خفيف ولا شي جوهر خفيف ولا شي حاجة تيكون الخيط حسن، لأن اللي خفيف خصو شي حاجة تقيلة واللي تقيل خصو شي حاجة خفيفة باش يوازن. هذا رتقنا الفصل الأول تاع التعليقة تتكون ديال الذهب هكا جاية حليل وصغيرة، مع العلم تنقول انت جدد في الترحاب السياحة المغربية. دابا انا تنسجل في الحانوت و بعد شي السياح تيدي يشوفوا فيا تيعجبهم الحال وكذا هكاك، مرحبا بهم، تيعجبهم الصناعة المغربية وتيعجبهم الرونق ديال الصناعة التقليدية، مرحبا بالجميع كل المتتبعين. الحياة تترجع الحمد لله للصناعة وللسياحة تدريجيا بعد الجائحة، الحمد لله اللي هز علينا الله والحمد لله والحمد لله على كل حال، تترجع المسار إلى حاله الطبيعي شيئا فشيئا الحمد لله وعلى كل حال. تنفسانيا بالنسبة للصناع بالنسبة للتجار بالنسبة لك شوية الحمد لله. ترتقوه مزيان، حاجه اللي غاليه واللي تالي عاديه خاصها ترتق مزيان، لان هادشي تيقدر يتجر تيقدر اللي تجي تزولو مولاتو. اعزائي الكرام الكولي ديالنا ها هو كمل، واحد الرونق واحد الجمال زويون باذن الله، وتتمنى يروحكم وتتمنى نكونوا عند حصري لكم، وتتمنى المتابعه ديال تتابعونا من كل شيء لكم المال وتكون استفدتوا باذن الله، وتتمنى هذا الكولي وهذا الرونق ديالو لكل امراه مغربيه او جميع نساء العالم اللي زوينين يكون تيروقهم ويكون تنهديه لهم. مرحبا بكم متتبعينا الكرام الاوفياء، والسلام عليكم ورحمه الله، اخوكم سعيد من الصنعه. تتمنى تتابعوني تشجعوني بلي كومونتير وباللايك، واللي ما كانش مشترك ودخل جديد يشترك معنا باش يوصل للجديد، ومرحبا بكم تبارك الله عليكم ويومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.